أساسية. هي أولا صح الازدهار والرقي الاقتصادي، لأنه معناتها يعتبر كونه توانسة عناو لأمرين طيلة سنوات عديناها في الانتقال الديمقراطي الذي للأسف الشديد ضيع برشا وقت على توانسة على أهميته، ولكن المسار الاقتصادي ما مشاش بالتوازي مع المسار الديمقراطي هذا، واللي خلى التوانسه اليوم يعيشوا في صعوبات في صعوبات في صعوبات جمع. دونك البرنامج ككل باش تلقاوه باش ندوروا به على الجهات بين ايفيدامون، باش تلقاوه على الموقع الرسمي للحمله، باش يوصل للصحفيين عن طريق الميد، وباش نطبعوا كتيب كيف هذا اللي هو فيه الميثاق اللي فيه البرنامج الكل. بالنسبه للنقطه الثانيه، الازدهار الاقتصادي ما نجم يتحقق الا بالاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي في حاجتين، فيه تركيز مؤسسات الدوله، دستور جديد، انتخابات تشريعيه جديده، محكمه دستوريه، مجلس اعلى للقضاء، هيئه انتخابات، وهيئه تعديليه للقطاع الاعلام السمعي البصري. هذه حاجات في الضروره القصوى. الجانب الثاني من الاستقرار السياسي هو المصالحه الوطنيه الشامله. المصالحه الوطنيه الشامله يعني انه كل خطوه جديده باش تعمل بعد 6 اكتوبر اذا كانت توانسه تو نتيقتهم ستكون بالتشاور مع جميع القوى الحزبيه والوطنيه والمنظمات الوطنيه اللي في تونس. لا مجال للاقصاء. ثم المناخ، ثم الاستقرار السياسي يتطلب تهدئه واتمنى التهدئه اللي هي متمثله في الافراج عن جميع المساجين السياسيه ومساجين الرأي، وخاصة مرسوم 54 من صحفيين ومدونين ومعناتها ناشطين حقوقيين. هذا مما لا سبيل إليه، وبمجرد وصول مرشح إذا كانت توانسة عطاهم الثقة ساق إلغاء جميع المراسيم من 2021 إلى تاريخ اليوم، وأولهم مرسوم سيء الذكر، المرسوم 54. التنقيط الأجواء السياسية كذلك هي في الصلح الجزائي وما يتعرض له رجال الاعمال الكثيرين منهم من تنكيل وابتزاز. اليوم راس المال ماهوش مكانه السجن، راس المال مكانه الدوره الاقتصاديه باش يخدم وباش يشغل وباش يزيد في التنميه، ويكون السجن هو اخر الحلول مش اول الحلول، لانه مفترض كان نعملوا احنا في صلح، الصلح يفترض انه طرفي الصلح يكونوا على نفس الطاوله ويكونوا لزوز في 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 في, في, في في حال صراحة، وهاكم ريتوا الاداء الكارثي بالارقام، أن الصلح الجزائي معناتها ما حصلنا منه حتى شيء، وتوانسه ما استفادوا منه شيء. نفس الشيء على الاموال المنهوبه، برشا حاجات ما عندناش عليها حتى معلومه. هذه الخطوط الكبرى اللي طلبت من انتخابات على اسوه بالقرار اللي خذيته في 2019 ودخلت لي وطلبت معناتها من ذوي الاختصاص معناتها انهم يفرجوا على مرشح وقتها في حاله ايقاف لتكريس مبدا المساواه والهيئه العليا للانتخابات، هي مكلفه بالشيء هذا، هي عند الولايه العامه على الانتخابات. طلبنا منها باش خرج موقف في نفس الاتجاه ودز معنا انه مرشحنا باش يكون في حاله صراحه يقود حملته، يكون بين اهله وفريق حملته والمناصرين بتاعه داخل الجهات. وكذا اضعف الايمان، كما طلبنا زاده كذلك من الرئيس الحالي المرشح قيس سعيد المنتهي ولايته انه ياخذ موقف كما خذاه في 2019 وتضامن مع الموقوف وقتها ووقف حمله انتخابيه تضامنا مع المرشح وقتها. ما فماش علاش احنا اذا كان نحبوا احنا شنو نحبوا؟ نحبوا انتخابات تم في مناخ سياسي سليم. التوانسه اليوم يعانيوا في خنقه اقتصاديه كبيره وبوتيتر وربما من اول مره التوانسه يعيشوا الوضع الاقتصادي الصعيب هذايا، ما نزيدوش عليهم بوضع سياسي مشحون. احنا ندعو للهدنه، للتهدئه السياسيه، ندعو للمصالحه الوطنيه. التوانسه الكل عندهم حق في بلادهم، التوانسه الكل ملاكه ماهمش كرايه، ونحبوا التوانسه الكل يمارس حقه كما الاعلامي، كما الناشطين، كما رجال الاعمال، كما رجال السياسي، كما المدونين، كله عنده فضاء حريه نتاعو، هذا لا مجال للمسمن.